بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. العدد وصل تقريبا قدام دلوقتي حوالي 45. هنحاول نبدأ إن شاء الله المحاضرة الأولى، وأنا شايف العدد بتزايد. الصوت والصورة واضحين قدامكم؟ الصوت واضحين يا والصورة دكتور، واضحين؟ واضحين يا دكتور. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمقرر اختياري رقم 3 اللي يخص التفتيش وضبط الجودة inspection and quality control، بيقوم بتدريس هذا المقرر. إن شاء الله هكون موجود معاكم الدكتور سعيد عبد السلام معاطي، الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة الإنشاءات. اسمعوا يمكن نعم في تعليق في أي صوت أو الصورة فيها مشكلة يا شباب؟ معايا حد يرد يعني الصوت او الصوره فيه مشكله؟ تمام يا دكتور، الصوت والصوره تمام. تمام يا دكتور، تمام يا بالنسبه دكتور. للتعريف باستاذ الماده، التدرج العلمي، حصلت على بكالوريوس الهندسه المدنيه من كليه هندسه جامعه المنصوره عام 1977، ثم ماجستير الهندسه الانشائيه ايضا من كليه الهندسه جامعه المنصوره عام 1984، ثم دكتوراه في الهندسة الإنشائية من معهد موسكو لمنشآت الطرق والسيارات بموسكو عام 1993 من روسيا. بالنسبة للمحتوى المقرر العلمي فيما يخص التفتيش وضبط جودة الخرسانة للمنشآت الخرسانية، أول موضوع هنتكلم عن مقدمة عن دور ضبط وتأكيد الجودة والتفتيش الفني على المنشآت الخرسانية. ده بيحتوي على عدة مواضيع بالتفصيل، لخواص المواد المستخدمة في المشروع وخطة ضبط الجودة عليها. ثالث حاجة نتكلم عن عيوب الخرسانة المسلحة الناشئة عن نقص عملية ضبط الجودة أو ضبط مكوناتها. بعد كده هنحاول نعمل مراجعة شاملة للاختبارات التي تجرى على مواد الخرسانة، سواء في مراحلها المختلفة، سواء في مرحلة الخرسانة الطازجة أو الخرسانة المتسلطة، ثم الاختبارات غير المكلفة للمنشآت الخرسانية المسلحة. بعد كده في موضوع تحليل نتائج ضبط الجودة إحصائيا. أخيرا هيبقى في موضوع ضبط الجودة والتفتيش على بعض المنشآت الخرسانية كمثال لما يتبع لتنفيذ المنشآت. أخيرا اللي هي خطة تأكيد الجودة، لأن طبعا زي ما هنتناول في المحاضرات في فرق بين ضبط الجودة اللي هو كواليتي كنترول وتأكيد الجودة اللي هي الكواليتي اشورنس. ده بالنسبة للمحتوى العلمي للمقرر. كمقدمة ايضا المحتوى العلمي ده بيخص المقرر، مهم جدا بالنسبة لخريجي مهندسين مدني، وبالمناسبة طبعا سواء في نقابة المهندسين أو الجهات الهندسية بتتعامل مع جميع الخريجين، إن هو قسم الهندسة المدنية يمكن الجامعة الوحيدة اللي تخص الخريج سواء قسم إنشاءات أو قسم مدني عام اللي هي جامعة طنطا، ولكن بصفة عامة خريج الهندسة بيعتبر خريج قسم هندسة مدنية بما يحوي من أقسام علمية مختلفة، سواء قسم هندسة الإنشاءات أو قسم هندسة الأشغال العامة أو قسم هندسة الري ونادي الري. وكل تخصص من هذه التخصصات الثلاثة بيشمل طبعا مجالات عمل مختلفة للمهندسين، سواء مهندسين التصميم في الإنشاءات الخرسانية أو المنشآت المعدنية أو ميكانيكا التربة والأساسات،
بصفة عامة مهندسين التصميم والتنفيذ والإشراف على تنفيذ المنشآت المختلفة سواء الخرسانية أو المعدنية أو منشآت الري أو خلافه. بيشمل القسم المدني أيضا تخصصات مختلفة زي تخصصات الأشغال العامة زي الطرق والكباري، الطرق مهندسين تخطيط وتنفيذ الطرق والمطارات، مهندسين السكك الحديدية، مهندسين الهندسة الصحية لشبكات المياه والصرف الصحي، وتخصصات أخرى مختلفة. التخصص الثالث اللي هو طبعا مهندسي الري والهيدروليكا بما يشمل منشآت الري المختلفة أو طرق إقامة السدود والخزانات ومنشآت الري. فالمجال الهندسة المدنية طبعا مجال متسع ومفتوح لجميع المجالات وكله بيكون تحت اسم مهندس مدني أو قسم الهندسة المدنية. بالنسبة للمقرر، المقرر طبقا للجدول بتاع هذا الترم المفروض في محاضرة أونلاين كل يوم اثنين في نفس الميعاد اللي هي المفروض من 2:30 لغاية 4 تقريبا، والتمارين هتبقى موجودة يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة 12:30 لغاية الساعة 2 تقريبا. هيكون مشارك معانا في التمارين المهندس إسلام عرفة، المهندس أحمد أبو الخير، والمهندس أشرف الخراج. يبقى بالنسبة للمحاضرة الموعد بتاع الأسبوعي أونلاين هيبقى يوم الاثنين من الساعة 2:30، والفصول أو السكشنز هتبقى يوم الخميس من الساعة 12:30. طبعا زي ما ندلوك في الجدول هيبقى في محاضرة في الكلية في الأسبوع الأول والرابع والتاسع والحداشر، وده هيقوم بإعطائها الدكتور متولي عبد الله. المحاضرات اللي هي بخلاف هذه الأسابيع هتكون أونلاين في المواعيد اللي أنا ذكرتها الآن معكم. بالنسبة لتوزيع درجات المقرر في أعمال فصل طبعا على السكشنز والشيتس اللي هتنزل لكم والحضور، وفي درجة امتحان برضو الميد تيرم أو منتصف فصل دول عليهم 40 درجة. يبقى في 40 درجة بتشمل أعمال الفصل لحل التمارين وتقديمها أو درجة الحضور، وكذلك درجة امتحان الميد تيرم اللي هو منتصف فصل عليهم 40 درجة. امتحان نهاية الفصل الفاينل عليه 85 درجة، يبقى المجموع الدرجات الكلي للمقرر 125 درجة. ده بالنسبة لتوزيع الدرجات والمواعيد اللي هي الخاصة بمقرر ضبط الجودة أو كواليتي كنترول. لو جينا نتكلم النهاردة عن مقدمة لهذا الموضوع، يعني نمرة واحد إيه الفرق بين موضوع ضبط الجودة وتأكيد الجودة. ضبط الجودة الكواليتي كنترول هي أداة إنتاج، أو معنى بسيط إن هي عبارة عن مجموعة الاختبارات اللي يتم إجراءها على المواد المستخدمة في الخرسانة أو على الخرسانة في موقع العمل أو في مواقع صناعة المواد اللي بتستخدم في الخرسانة. في عملية ضبط جودة الخرسانة بتؤثر تأثير كبير على كفاءة وأمان المنشآت الخرسانية. عملية ضبط الجودة الخرسانة لها تأثير كبير على كفاءة وأمان المنشآت الخرسانية. كلكم طبعا درستم ماتيريال واحد وماتيريال اثنين والمقررات الاختيارية في سنة ثالثة. المقرر ده بيحاول يجمع لك
أهم المعلومات أو المواصفات الخاصة بالمواد اللي بتستخدم في صناعة الخرسانة، وإيه الحدود اللي يجب مطابقتها بها. القانون اللي بيعمل بيه المهندس المدني له قانون، هو المواصفات القياسية والكودات الهندسية. المواصفات القياسية اللي بتصدرها الهيئة العامة للتوحيد القياس والجودة التابعة لوزارة الصناعة، ودي بتختص بخواص المواد المستخدمة في البناء والتشييد، ووصف الاختبارات والأجهزة اللي تستخدم لإجراء اختبارات على هذه المواد، والحاجة الثالثة حدود القبول والرفض لنتائج الاختبارات لبيان صلاحية هذه المواد. الكلام ده طبعا أنت يمكن درسته في سنة أولى بمجرد يعني معلومات بتمتحن فيها، ولكن أهمية هذا الكلام دلوقتي أنت بتدرسه كمهندس ممكن يطبق هذا الكلام على الواقع في موقع العمل. أنا بقول لك في موقع العمل ما تقوليش للراجل اللي عمل برج جنبنا في الشارع أو عمارة 5 6 أدوار وهيطبق فيها ضبط الجودة. الكلام ده طبعا بيطبق على المشاريع الكبيرة اللي بتخضع لعمليات ضبط وتأكيد الجودة، لدرجة أن دلوقتي في مكاتب استشارية متخصصة في هذا المجال. يعني كثير من المهندسين دلوقتي بيعمل في مجال ضبط الجودة أو تأكيد الجودة، وده من أمثلتها مثلا مشاريع أنفاق قناة السويس، بتجد فيه مكاتب استشارية كل دورها اللي هو تحقيق ضبط الجودة وتأكيد الجودة على الخرسانة أو المواد اللي بتستخدم في البناء والتشييد. الكباري طبعا فيها ضبط جودة، الأبنية التعليمية، المدارس والأبنية التعليمية دور ضبط الجودة فيها مهم جدا، لدرجة أن في كل محافظة في مبنى الهيئة الأبنية العامة التعليمية، وبيكون موجود فيها معمل الاختبارات، وبيعتبر ضبط الجودة والتحقق من صلاحية المواد المستخدمة في الخرسانة أو في الإنشاء بصفة عامة من أهم المتطلبات اللي بيكون ملزم بها الشركة المنفذة أو المقاول إن هو يؤديها. وزارات أخرى زي وزارة الري أو الإسكان، يعني أصبح دلوقتي الاهتمام بضبط الجودة وتأكيد الجودة لمختلف المشروعات اللي بتنفذ حاليا من أهم الضروريات اللي بيراعى الالتزام بها في خلال التنفيذ. يعني أبسط حاجة أنتوا بتشوفوا دلوقتي المشروعات الإسكان اللي بتنفذ دلوقتي بتنفذها الدولة أو الحكومة، معاش زي العمارات اللي كانت بتبنى في الماضي اللي كنا بنسميها المساكن الشعبية أو عمارات الإسكان، أصبح دلوقتي نتيجة لاتباع نظام ضبط وتأكيد الجودة التزام في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع. فالمقدمة دي أنا حبيت أقولها لكم على أساس أن تبقى عارف أن في تخصص من تخصصات العمل أو في سوق العمل حاليا دلوقتي اللي هو تخصص مهندس ضبط جودة أو مهندس تأكيد الجودة. واللي منكم بيتابع إعلانات اللي بتطلب مهندسين ممكن تجد في كثير من الإعلانات دي طلب مهندسين ضبط الجودة، بالإضافة إلى المهندسين اللي بيشتغلوا في معامل الاختبارات في الجهات الحكومية المختلفة. عملية ضبط الجودة للخرسانة تعتبر من العوامل المهمة للاستفادة من المواد المستخدمة أكثر استفادة وتحقيق الأمان والمعمرية بتاعت الخرسانة أو متانة الخرسانة مع الزمن، ولذلك لها تأثير كبير على كفاءة وأمان المنشآت الخرسانية. لا يقتصر عملية ضبط الجودة على متابعة التنفيذ في الموقع، ولكن بتبدأ عملية ضبط الجودة من قبل تنفيذ المشروع
في مرحلة دراسة الجدوى والتخطيط للمشروع، ثم مرحلة تصميم المنشأ وأعمال التنفيذ بعد كده على الواقع، وما بتتناهيش بتنفيذ المنشأ، ولكن بتظل عملية ضبط الجودة في متابعة المنشأ وتنفيذ أعمال الصيانة للمنشأ والترميم أو التدعيم إن لزم الأمر ذلك. كما أن عملية ضبط الجودة ما بتقتصرش على التنفيذ في الموقع فقط، ولكن ممكن بيتم التحقق من ضبط الجودة من المحاجر اللي احنا بنجيب منها الركام بتاع الخرسانة، سواء الرمل أو الزلط أو السن أو أي أنواع من أنواع الركام. ممكن الجهاز الفني المختص بضبط الجودة بيذهب للمحجر وبياخد عينات من هذا المحجر وبيعمل عليها اختبارات، سواء اختبارات كيميائية أو اختبارات فيزيائية أو ميكانيكية على المواد اللي هيطلب بعد كده من المورد إن هو يورد الركام من هذا المحجر. كذلك المصانع، أي مصنع سواء مصنع أسمنت أو مصنع حديد أو مصنع طوب بيكون فيه إدارة لضبط الجودة، بحيث ما قبل ما تم تسويق المنتج ده في السوق بيجرى بيتاخد عينات بسرعة عشوائية من المنتج، سواء أسمنت أو حديد أو سيراميك أو بلاط أو طوب أو أي مادة بتستخدم في أعمال البناء والتشييد، وبيتم إجراء اختبارات عليها طبقا للمواصفات القياسية بتاعت هذه المادة للتحقق إن هي بتفي بحدود المواصفات اللي هي حدود القبول أو الرفض. والكلام ده طبعا في غاية الأهمية لكل المواد اللي بتستخدم في أعمال البناء والتشييد، بداية من الركام أو الأسمنت أو الحديد أو البلاط والسيراميك أو المواسير أو الأدوات الصحية أو كابلات الكهرباء والأسلاك أو الدهانات أو كل ما يلزم من أعمال البناء والتشييد. طبعا عملية ضبط الجودة في المصنع بتكون أسهل وأرخص إذا ما قورنت بضبط الجودة لهذه المواد في موقع العمل، على أساس المفروض المهندس بيأخذ عينات عشوائية من هذه المواد وبيوديها أحد معامل اللي بتقوم بإجراء الاختبارات للتحقق من مدى مطابقة هذه المواد. بالنسبة لي طبعا بعد المهندس بياخد عينة من هذه المواد من موقع العمل وبيعمل عليها اختبارات في أحد المعامل المعتمدة، وفي المشروعات الكبيرة ممكن بتنص مواصفات المشروع على إقامة معمل، بيكون معمل طبعا في الموقع بس معمل صغير لإجراء الاختبارات عليه لبعض المواد بصورة دورية لاعتمادها من الجهة المشرفة على المشروع اللي بيمثلها المالك أو استشاري المشروع اللي بينوب عنه. أخذ العينات دي من الموقع بيكون طبعا بصورة دورية زي ما هنتكلم عليها فيما بعد، وبناء على هذه الاختبارات لإما بيسمح باستخدام هذه المواد أو بيتم رفضها، وفي حالة رفض المواد نتيجة لعدم مطابقتها للمواصفات بيطلب استبعادها من الموقع تماما. وده طبعا بيظهر فيه دور المهندس اللي هو بيمثل مهندس المقاول والمهندس اللي بيمثل المهندس المالك أو الاستشاري، ان هو بيتأكد من مدى صحة إجراء الاختبارات والحكم على نتائج هذه الاختبارات. لو اتكلمنا عن بعد كده بعض المصطلحات الفنية اللي تستخدم في مجال ضبط الجودة أو quality control، أول حاجة تعريف ضبط الجودة أو quality control. تعريف ضبط الجودة هو عبارة عن آلة إنتاج
يعني ايه آلة انتاج، يعني ما هياش آلة ماشين يعني، لا ضبط الجودة عبارة عن مجموعة من الإجراءات والاختبارات التي تجرى على المواد المستخدمة في البناء للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية نمرة واحد أو الكودات الهندسية أو اشتراطات المشروع. يبقى في عندي دلوقتي عشان نفصل التعبير ده أو المصطلح ده، ضبط الجودة عبارة عن مجموعة إجراءات واختبارات بيتم إجراءها على المواد المستخدمة في المشروع. ليه؟ عشان نتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والكودات الهندسية واشتراطات المشروع. يبقى في عندي 3 جهات مختلفة ممكن بنرجع ليها عشان نحكم على نتائج الاختبارات اللي انت بتجريها على احد مواد البناء. كمثلا لو خدنا الاسمنت كمادة انشائية، الاسمنت له مواصفات قياسية. المواصفات القياسية دي بتوضح سواء الخواص الكيميائية او الخواص الفيزيائية او الخواص الميكانيكية للاسمنت. يبقى لازم الاختبارات اللي انا بجريها على الاسمنت عن طريق اخذ عينة بصورة دورية او بصورة عشوائية من الاسمنت اللي بيورد للموقع، نمرة واحد ان هو يحقق المواصفات القياسية الخاصة بالاسمنت. وهنتكلم بعد كده برضو كمراجعة عن اختبارات الاسمنت لأهمية اجراءات اختبارات الاسمنت. الكودات الهندسية زي ما درستم في كل تخصص بيبقى له كود هندسي. الكود الهندسي زي مثلا كود الخرسانة او كود الستيل او كود الاساسات او كود البناء او كود الرياح، يعني كل تخصص هتلاقي له كود هندسي. ايه الفرق بين المواصفة والكود؟ المواصفة زي ما اتكلمت من شوية ان هي بتوضح الخواص المختلفة للمادة سواء خواص كيميائية او فيزيائية او ميكانيكية، وبتوضح اهم الاختبارات التي تجرى على هذه المادة للتحقق من صلاحيتها. وتاني حاجة او تالت حاجة بتوضح الاجهزة اللي بتستخدم في هذه الاختبارات ومواصفاتها. ورابع حاجة بتوضح حدود القبول او الرفض لنتائج الاختبارات. يعني زي ما قلت بالنسبة للأسمنت في موجود في السوق 3 أنواع مختلفة من رتب الأسمنت البورتلندي العادي اللي هو سمنت 1. الأسمنت بصفة أساسية طبقا المواصفات المصرية له 5 أنواع مختلفة، لو من أول سمنت 1 سمنت 2 سمنت 3 سمنت 4 سمنت 5. الأرقام دي طبعا بتعني أنواع مختلفة للأسمنت. سمنت 1 اللي هو يقصد به الأسمنت البورتلندي العادي، سمنت 2 يقصد به الأسمنت البورتلندي المركب، سمنت 3 يقصد به الأسمنت البورتلندي خبث الأفران العالية، سمنت 4 اللي هو الأسمنت البوزيلاني، سمنت 5 اللي هو الأسمنت المركب من خبث الأفران والبوزولان. دول ال5 أنواع أساسية من الأسمنت طبقا للمواصفات القياسية المصرية للأسمنت. لو جينا أول نوع اللي هو أسمنت 1، ده عبارة عن أسمنت بورتلاند عادي ما فيش فيها أي إضافات، وده بيستخدم في جميع أعمال الخرسانات أو التشطيبات. هذا النوع بيبقى له 3 رتب مختلفة متداولة في السوق المحلية، اللي هو رتبة 32.5، والرتبة الثانية 42.5، والرتبة الثالثة 52.5. بتجد على شكارة الأسمنت مكتوب في مربع كبير كده نوع الأسمنت اللي هو مكتوب بالإنجليزي سمنت 1 اللي هو CAM1، ومكتوب جنب منه الرتبة اللي هي 32.5 أو 42.5 أو 52.5، وفي كمان بعد الرقم ده مكتوب رمز او حرف N كابيتال او R كابيتال. يبقى يا شباب ده مهم المهندس
يبقى عارف الاسمنت اللي بيستخدمه من اي نوع ومن اي رتبه. ليه؟ زي ما هنقول بعد كده ان في اشتراطات بيشترطها الكون. يعني ما ينفعش مثلا في عنصر انشائي واحد زي الاعمده استخدم رتبتين مختلفتين من الاسمنت، يا مثلا رتبه 32.5 مع 42.5، او استخدم نوعين مختلفين من الاسمنت اللي هو نوع اللي هو الان والنوع اللي هو الار. ده نوع، ده يعتبر نوع، وده تاني الان نوع والار نوع. ايه الفرق بين سمنت 1 32.5 ان وسمنت 1 32.5 ار؟ ده سؤال مهم جدا، وممكن لو انت حتى داخل في انترفيو وممكن تسأل هذا السؤال، بالرغم ان هو سؤال بسيط المفروض انت عرفته من سنة اولى مدني، ولكن لاما طبعا بتعملوا ديليت للمعلومات انت بتذاكروها، او المعلومة ما كنتش واخد بالك منها او اثناء تدريس الاسمنت. الفرق بين سمنت 1 32.5 ان والسمنت 1 32.5 ار اللي هو معدل اكتساب المقاومة المبكرة. الان اللي هو بيقصد بها النورمال او العادي، يبقى المقاومة المبكرة بتاعته بتبقى عادية او بطيئة. الار يقصد به المقاومة المبكرة اللي هي الرابد، سريعة او عالية. وده ما بيظهرش قوي في الرتبة 32.5، بيظهر اكتر في رتبة 42.5 و52.5. زي ما لما نيجي نتكلم على الاسمنت هنلاقي الحد الادنى للمقاومة المبكرة للرتبة 42.5 و52.5 بيختلف عن القيم اللي احنا قلنا عليها دلوقتي. في حد بدأ يعني ايه يحاول ايه يلعب في السلايدز اللي موجودة قدام. فالفرق بين رتبة 32.5 و42.5 و52.5 هو معدل اكتساب يعني المقاومة بالنسبة ل 32.5 و42.5 و52.5. الفرق بينهم في المقاومة عند عمر 28 يوم بالميجا باسكال، ما تقلش عن هذه الأرقام. لو كنا جينا نتكلم عن تأكيد الجودة اللي هي الكوالتي أشورنس، بتختلف تعريفها عن ضبط الجودة. تأكيد الجودة هي أداة إدارة لمجموعة التنظيمات والبرامج اللازمة للتأكد من أن المنشأ النهائي سيطابق الوظيفة المستهدفة. يعني عملية تأكيد الجودة عملية إدارية، بيبقى فيه برامج تم وضعها لتنفيذ المنشأ بطريقة جيدة لضمان تحقيق الوظيفة المستهدفة. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ يعني مثلا لو احنا بنعمل منشأ مائي زي خزان مياه من الخرسانة، او حمام سباحة من الخرسانة ايضا، الوظيفة الأساسية للمنشأ المائي ان هو يحتفظ بالمية داخل نفس المبنى الانشائي وما يحصلش فيه تسرب او رشح المياه. اذا تم تنفيذ هذا المنشأ المائي ونتيجة لسوء المواد المستخدمة او سوء الصناعة وحدث فيه رشح او تسرب للمياه، يبقى المنشأ ده ما بيؤديش الوظيفة المستهدفة التي من اجلها تم انشاؤه. كذلك مثلا مهابط الطائرات غالبا بتعمل من بلاطات خرسانية. المهابط دي بتتعرض لعوامل
جوية صعبة لاختلاف درجات الحرارة بين الليل والنهار، وكذلك أحمال الصدم اللي بتتعرض لها نتيجة هبوط الطائرات أو أحمال البري والاحتكاك نتيجة سرعة عجلات الطائرات والأحمال الواقعة عليها. ففي هذه المنشآت بيراعى مقاومة الخرسانة لعوامل سواء البري أو الاحتكاك أو الصدم أو التغير في درجات الحرارة. المنشآت الساحلية اللي هي بتقام زي المواني وأرصفة المواني برضو بيراعى فيها إن هي تقاوم الظروف الجوية الصعبة اللي تكون موجودة فيها، سواء ظروف كيميائية أو ميكانيكية أو فيزيائية، كقوة الرياح وقوة الأمواج والأملاح الموجودة في مياه البحر والكائنات البحرية التي ممكن تنمو على سطح الخرسانة. ففي جميع الأحوال يجب مراعاة أن المنشأ اللي بيتم تنفيذه يحقق الوظيفة المستهدفة التي أنشأ من أجلها والظروف الضارة التي قد تحيط به. التعريف الثالث الجودة المستهدفة اللي هي Target Quality، المقصود بها الجودة التي تحقق الوظيفة التي سيصمم وينفذ من أجلها المنشأ. الهدف اللي أنا بنفذ من أجله المنشأ اللي احنا دي بنسميه الجودة المستهدفة. التعريف اللي بعد كده دليل الجودة اللي هي Quality Manual، الوثيقة اللي بتوصف سياسات الجهة المشاركة في العمل وتشرح أو بتوضح نظام الجودة بها. خطة الجودة اللي هي Quality Plan اللي هي خطة خاصة للمشروع ومحددة بواسطة المالك للمشروع أو من ينوب عنه كالمكتب الاستشاري أو المهندس الاستشاري اللي بينوب عن المالك. والخطة دي بتحتوي على أهداف ومتطلبات الجودة مع وصف تفصيلي لأسلوب العمل والعلاقات التنظيمية بين أطراف المشروع اللي هو المالك والمقاول، بحيث كل واحد يبقى عارف الحقوق اللي عليه والواجبات اللي عليه بين طرفي العقد أو المالك والمقاول. نظام الجودة اللي هو Quality System بيوضح الهيكل التنظيمي للجهات المشاركة في المشروع. طبعا ممكن المشروع ده بيشمل جهات مختلفة سواء الناحية الإنشائية أو الناحية المعمارية أو ناحية الأعمال الكهربائية والأعمال الميكانيكية أو أعمال التكييف أو أعمال الموقع العام، يعني في جهات مختلفة طبعا بتشترك في إنشاء أي مشروع. فنظام الجودة بيوضح الهيكل التنظيمي للمشاركة أو تعاون الجهات المختلفة والمسؤوليات والإجراءات المحددة لكل جهة من هذه الجهات. بيكون المالك طبعا على قمة نظام الجودة، المالك سواء إذا كان مالك المشروع كقطاع خاص أو مالك المشروع كجهة حكومية يعني مالكة تبع الوزارة اللي بيتبع هذا المشروع. ويشتمل النظام الجودة سياسة المالك الداخلية في المشروع وإجراءات التعاقدات وخطة الجودة ودليل التعامل مع فريق العمل بالمشروع. من التعريفات أيضا نظام تأكيد الجودة، ده نظام تحكم إداري بينظم التعهدات والسياسات والمسؤوليات ومتطلبات المالك، واللي بتسجل خطة تأكيد الجودة ضمن برنامج تأكيد الجودة. خطة تأكيد الجودة اللي هي Quality Assurance Plan خطة المشروع، ودي تكون معدة بواسطة المالك أو من ينوب عنه كاستشاري للمشروع، أو إذا كان المشروع بيكون معين فيه مهندسين لضبط الجودة. بتحتوي خطة تأكيد الجودة على سياسات المالك وأهداف الجودة للمشروع مع وصف تفصيلي لطريقة العمل والعلاقات التنظيمية التي يراد أن يتأكد المالك منها
مراد أن تتأكد المالك منها من بداية المشروع إلى انتهائه بالتزام كل جهة بالاشتراطات اللي بتوضحها زي الخط. بالنسبة لباقي التعريفات اللي هو برنامج تأكيد الجودة، وده بيشمل ضبط الجودة داخليا وضبط الجودة خارجيا، وده طبعا بيختلف ضبط الجودة داخليا عن ضبط الجودة خارجيا. بيتم إجراء ضبط الجودة داخليا بصفة مستمرة للتحقق من الاشتراطات المطلوبة للمواد المستخدمة للخرسانة ومكوناتها، وبيقوم بضبط الجودة داخليا متخصصين على خبرة ودراية فيها، وبيكونوا للجهة المنفذة المقاول. ده نقطة مهمة جدا تاخدوا بالكم منها، ممكن بتيجي في الامتحانات. ضبط الجودة داخليا يكون به متخصصين على دراية وخبرة، وبيكون تابعين للجهة المنفذة أو المقاول، يعني بياخد المرتب بتاعه وبياخد التعليمات بتاعه من المقاول اللي بينفذ المشروع. ده اللي هو بيقوم بقبض ضبط الجودة داخليا. وفي حالة عدم توفر الخبرة الكافية للفنيين أو المهندسين اللي بيعملوا مع المقاول، ممكن الاستعانة بمتخصصين خارجيين. ضبط الجودة خارجيا ده عكس بقى اللي احنا قلنا عليه دلوقتي، لا يتبع المقاول بأي صورة تعاقدية سواء مرتبات أو مكافآت أو تعليمات. ده بيكون معينين من قبل المالك أو المكتب الاستشاري، ولا تربطهم بالمقاول أي صورة سواء تعاقدية أو مرتبات أو مكافآت أو حوافز، بحيث يكون بمثابة حكم خارجي لا يتبع المقاول بأي صورة. مهمة ضبط الجودة خارجيا بتبدأ من مراجعة التصميم الإنشائي، وثم إجراء الاختبارات الدورية على المواد المستخدمة في الخرسانة أو اختبارات الخرسانة أثناء تنفيذ المنشأ. وطبعا بالنسبة لضبط الجودة خارجيا بيقوم به متخصصين على كفاءة ودراية، وبيقوموا بعملية التفتيش الدوري والمفاجئ على مراحل تنفيذ المشروع في أي وقت دون إعلام أو دون ترتيب مسبق بينهم وبين المقاول أو الجهة المنفذة. النقطة دي أو الشريحة دي بتوضح المهام اللي بيقوم بها مهندس ضبط الجودة في تخصص الهندسة المدنية. في أربع نقاط ممكن دي بنسميها مهام المهندس المدني لضبط الجودة. أول حاجة ضمان تنفيذ جميع الأعمال الإنشائية وفقا للرسومات والمواصفات، سواء الرسومات المعمارية أو الرسومات الإنشائية أو الرسومات الميكانيكية أو الكهربائية. يبقى أول حاجة المهندس ضبط الجودة بتأكد أن بيتم التنفيذ طبقا للرسومات اللي بتوضح التفاصيل العامة للكلام اللي احنا قلنا عليه. تاني حاجة التحقق من أن المواد المستخدمة سواء مواد الخرسانة أو مواد التشطيبات تم إجراء اختبارات عليها وأنها مطابقة للمواصفات القياسية. ثالث حاجة اعتماد الاختبارات اللي بيتم إجراءها على المواد. رابع حاجة ضبط جميع المكاتبات والتقارير والاختبارات ومطابقتها للاعتماد. موضوع الورقيات ده برضو من الأشياء المهمة جدا في المشاريع الكبيرة، بحيث كل حاجة لازم تكون documented، يعني لها
اوراق بتوضحها وبتحط في ملف العمليه، بحيث لما بيجي وقت تسليم المنشأ بيرجع لجميع المكتبات او التقارير اللي تم اختبار المواد واتكتبت هذه التقارير بخصوصها للتأكد من مطابقة جميع المواد التي استخدمت طبقا للمواصفات. بالنسبة لتخصص تأكيد الجودة او مهام مهندس تأكيد الجودة، اللي هو هنقول بقى ان هو كلام اداري كله، اللي هو نمرة واحد وضع خطة تأكيد الجودة لمنع حدوث اي اخطاء في المشروع، زي الجدول الزمني مثلا، زي عملية المكاتبات اللي بتدين الجهات المختلفة القائمة على تنفيذ المشروع. برضو من مهام مهندس تأكيد الجودة المراقبة والتفتيش على ضبط الجودة. يعني مهندس تأكيد الجودة دوره ان هو بيتابع او بيراقب او بيفتش على مهندسين ضبط الجودة للتأكد من اخذ العينات واختبارها بصورة سليمة وصحيحة. نمرة ثلاثة، التحكم في جودة ومطابقة جميع المواد والمعدات والعمالة المتطلبات ومواصفات المشروع. يعني بياخد المشروع بصفة عامة، سواء ماتيريال كمواد مستخدمة أو معدات أو عمالة يجب أنها تكون مستوفاة للشروط المطلوبة. رابع حاجة، رفع تقارير تقييم الأعمال المنفذة للمشروع لمطابقتها بالجدول الزمني ومطابقتها للكميات الموجودة بالمقايسة أو العقد بتاع المشروع. مع أذان العصر يعني نكتفي بهذا الجزء ولا نكمل؟ نكتفي النهارده مقدمه يعني كده يا عم، بس عاوزين بس الملف اكتر ونضاف على نضاف على الجروب لان احنا مش من خلاص ان شاء الله. هو حضر معايا النهارده تقريبا 94، مش كلنا منضافين يا دكتور. يعني ان شاء الله ارتب يعني ايه، لان احنا داخلين على جروب بتاع سيكشن يعني، فهنحاول نخليها تنزل على محاضرة المشروع، محاضرة المادة، بحيث يبقى طبيعي تكون موظفين كلكم يعني. تمام. المحاضرة مسجلة موجودة عندكم، مدة التسجيل تقريبا حوالي 50 دقيقة موجودة. تمام. إن شاء الله نستكمل الأسبوع الجاي ونشوف بعد كده بالتتابع الشتات اللي هنزلها لكم مع المهندسين مهندس إسلام والمهندس أحمد أبو الخير والمهندس أشرف الخراط، وهيكون معاد السكشن يوم الخميس الساعة 12:30 إن شاء الله. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام.